Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. سمعنا احنا غير تذبحات البنت وجينا وبقى فينا هذا السيد مسكين هي 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 اللي كتخدم عليه هو فيه السرطان وكاين فين يرجع غير هاد الدار فاش كاين مسكين وهي كتجري عليه كتمشي تخدم تجي وتجي لباها ما كاين اللي قبله دابا الدوله غير تدبر على هاد السيد هذا شوما قاعد الشيء راه يدير بنادم يذبح بنادم بنادم راه حشومه راه حشومه اخويا هادشي خصو ما يوقعش خص بنادم لقى المشاكل صالح ممكن يمشي بحياته ما بغاش يبقى يذبح بنادم بحال في الروج يذبحوا راه حشومه راه الشمه ماشي معقول قالوا لك ذبحات ذاك البنت صافي عندها ما نعرف واش 30 عام ولا 36 تلقاوها تقطع لها الراس والكنازه في الجهه والراس في الجهه صبحت البنت تمايا مقطع لها الراس حاط لها الراس هنايا وحاط حدا الدار تا واحد ما عارف اشنو وقع وهرب راه الشرطه كتقلب راه كيقاوموا الواجبه ديالهم باقي ما بان والو هو شنو كيدير شكون هو كان غير كيسرع عندهم هو غير كيسرع عندهم هما انا من جهه ازرو انا من جهه خنيفره هما جهه ازرو عامله ازرو راه كيسرع عندهم قال لك هو اللي قتلها باقي داك الشيء ما متحققش وماني فاطمة عيشة وماني فاطمة عيشة وماني فاطمة عيشة وماني فاطمة عيشة وماني فاطمة عيشة